في هذه المباراة عيسى أحمد يلعب الكرة العرضية، كرة بالرأس وهدف أول، هدف أول للمنتخب البحريني، كرة بالرأس من قلب الدفاع الحاضر بشكل قوي، كرة بالرأس بشكل ممتاز يضعها بأول أهداف المنتخب البحريني عبد الله أحمد، وبالتسجيل أول أهداف المنتخب البحريني. ما عنده مشاكل المنتخب البحريني حتى وأن يلعب بالأسماء الاحتياطية، هو يسجل بالهدف الأول في كرة عرضية بالرأس بشكل ممتاز من قلب الأسد. نعم هذا هو لعب الكرة بالرأس بشكل ممتاز في زاوية صعبة لحارس المرمى عبد العزيز فتحي، بذلك تهتز الشباك بكرة بالرأس بشكل ممتاز من جانب اللاعب عبد الله أحمد هيدسون. المدرب الإنجليزي هيدسون، كرة بالرأس من جانب عبد الله أحمد، يأتي بأول أهداف لاعب نادي الرفاع، كرة عرضية فهد عبد العزيز لاعب نادي القادسية الكويتي، كرة ملعوبة لعادل مطر أيضا لاعب نادي القادسية، لكن هنا كرة مشتتة من جانب حارس المرمى تعود مرة أخرى، خطيرة 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 منتخب الكويت، جول! هدف التعادل من جانب محمد عبد اللطيف، يأتي بهدف التعادل المنتخب الكويتي الأزرق الكويتي من كرة فيها تمريرة من جانب اللاعب محمد عبد اللطيف الفهد، هو من يأتي بهدف التعادل. هنا السعادة تكون لعبد العزيز حمادة، والمنتخب الكويتي يأتي بهدف التعادل، يأتي بهدف التعادل المنتخب الكويتي عن طريق محمد عبد اللطيف، هو من تقدم في الكرة الماضية، صوب الكرة باليسار بعيدة عن حارس المرمى، لا توجد التغطية بعد هدف الكرة في المرمى وفي الشباك، بذلك هو المنتخب الكويتي يعود للنتيجة عن طريق محمد عبد اللطيف الفهد بداشات ومدرب عبد العزيز حمادة. لو أتى هدف الثاني في هذا اللقاء الكرة بتمر خطيرة للمنتخب الكويتي، خطير في الهجمات المرتدة المنتخب الكويتي، كرة ملعوبة مرة ثانية، لمسة لعباس، عباس لعبها في مكان ممتاز في مساحة خالية، كرة ملعوبة من هناك، يا عبد الرحمن الشمري، كرة من أمام المرمى، يأتي الرد سريع من جانب عبد الله جوهر الماس لكرة ملعوبة للمنتخب البحريني، يعود مرة أخرى المنتخب البحريني لتسجيل الهدف الثاني في هذا اللقاء لمصلحة المنتخب البحريني، والأحمر البحريني يأتي بهدف الثاني في هذا اللقاء 2-1. مباراة مثيرة في مجال الشوط الأول ما بين المنتخب البحريني والمنتخب الكويتي. لاحظ معي اللقطة الحاضرة لمنتخب البحريني من كرة عرضية تذهب بالمرمى بالرأس من جانب لاعب المنتخب البحريني عبد الله جوهر الماس، يأتي بكرة بالرأس لتهتز الشباك، وبذلك المنتخب البحريني يأتي بهدف. تأهل رسميا، كلها أمور تعطي مع كرة الآن ملعوبة، يا يا سلام يا عبد الله يوسف، لكن التمريرة من لاعب الأفضل في المباراة أحمد جعفر، مر الكرة بينية رائعة جدا لعبد الله يوسف، يضع الكرة الساقطة بهدف جميل ولا أروع في هذه البطولة عبد الله يوسف، لكن الكرة اللاعب رقم 8 اللاعب أحمد جعفر يمرر كرة ولا أروع أحمد جعفر. لاحظ معي يا سلام، عبد الله يوسف يضع الهدف الثالث للمنتخب البحريني، وبذلك يزداد جراح المنتخب البحريني. ثلاث مرات تقابلوا في بطولة المنتخبات الخليجية، كلها أمور ممتازة، هنا كرة تتصوب، يا يا على الهدف الثاني للمنتخب
الكويتي من كرة تتصوب من جانب عبد الرحمن الشمري. نعم عبد الرحمن الشمري يأتي بالهدف الثاني في كرة تتصوب بمجهود قوي جدا في خط هجوم المنتخب الكويتي، وثاني الأهداف للمنتخب الكويتي. الشمري بعد أن هي هدف الأول لمصلحة الفهد ويأتي بهدف الثاني في هذا اللقاء من كرة مباقتة لحارس المرمى إبراهيم خليل، يأتي من خلالها المنتخب الكويتي بثاني الأهداف عن طريق عبد الرحمن الشمري. والله كل الأمور واردة بين المنتخب الكويتي يعود في هذا اللقاء. عبد الرحمن الشمري